السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنشوف مع بعض فنجان برج الجدي بتاريخ 3 يونيو 3/6، ده التاريخ بتاعك يا برج الجدي. هنشوف ايه الاخبار عندك وايه الطاقه بتاعتك وايه الاسرار وايه اللي مستخبي في حياتك. انزل باللايك وبالتعليق الجميل ويلا بينا ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله. حلو. بص بقى، هنا في نجمة، النجمة دي كلها نور. النور ده او معنى ان هو يظهر، ده بيدل على ان انتوا في امور اخدوا عطا جديدة بشكل واضح. بس شايفة يعني على قد ما هيكون في نور على قد ما هيكون معاكس الضوء بتاعك. بمعنى ايه؟ يعني انعكاس الضوء ده بيدل ان هو هيبشرك بخير او هيبشركم بحاجه فيها انجاز عالي جدا. اذا كان ورقه حكوميه هتخلص او حاجه كده هتجدد من الطاقه بتاعتكم. شايفه كمان ان انتوا في نفس الوقت هتكونوا قادرين تطلعوا السلم اللي انتوا من مده عايزين تطلعوه. في امور حلوه جدا هتبقى يعني فيها استقرار نفسي. شايفه كمان انه في موقف معين، الموقف ده مؤثر عليكم بشكل سلبي او انتوا بتتعاملوا معاه بغضب او بتتعاملوا معاه الموضوع ده كده بشكل مختلف عن طبيعتكم خالص. وشايفه كمان انه في طريق مفتوح ليكم، وخصوصا في موضوع السفر او موضوع ورق، ويمكن نهاية الشهر يخلص على خير. يعني ده موضوع كده قانوني، موضوع ورث في المحكمة، موضوع ورق سفر، الله اعلم يعني، لكن هو ورق هيخلص على خير. في حد من عيلتكم او من العيلة، الحد ده دايما من تحت لتحت كده بيدور على ورث او بيدور على اي حاجة يثبت بيها عكس التاني. حد ده مش سهل، خلي بالكم منه. او بيحاول يثبت على حاجة، يدور على حاجة هو يعني يثبت حقه زيادة. شايفة كمان ان في طريق تاني هيتفتح قدامكم، بس الطريق ده محتاج مجهود اكتر ووقت اكتر. وفي حد هيقف قدامكم وهيساعدكم وهيشيلكم في وقت انتوا هتكونوا محتاجين حد يقف جنبكم بالفعل فيه. والبعض منكم عندهم تغيير حال او تغيير المكان الحالي اللي هم قاعدين فيه. عندكم تغيير الموقع اللي انتوا فيه. شايفة كمان شد مع ابراج نارية. عندكم حد في حياتكم، برج الحمل، برج الاسد، برج القوس، لو عندكم حد من الابراج دي فدايما في شد، يعني دايما كده في شد بينكم ومتضايقين. في واحدة ست قصيرة وقمحاوية، يعني مش سمرة قوي، شعرها طويل ودايما بتحب تحني شعرها، ولسه على ما اعتقد مكتشفة مرض في جسمها او هتكتشف، الله اعلم. هي طيبة لكن لسانها بيوديها في 60 داهية. شايفة راسكم مرفوعة جدا في قرار هتاخدوه، لكن عندكم اسم محمد متكرر مرتين. ايه اللي بينكم ما بين اسم محمد؟ لاني متكرر مرتين في قراءتكم اهو. بصوا، وحرف السين ورقم 5 وحرف الالف
دول كلهم في حياتكم، قولولي بقى بيعملوا ايه. عندكم وقعة صحية او دخلتوا مستشفى وهتطلع على خير. شايفة انه في كلام في العيلة، هتقعدوا مع بعض في العيلة وهتحلوا مشكلة، او في مشكلة حاصلة بينكم وبين حد بقالها سنة او بقالها فترة، يعني يمكن لما حصلت المشكلة دي فقدتوا حد من العيلة، لكن بإذن الله هترجعوا تتجمعوا تاني وهتبقوا دايما جنب بعض، لان في لم شمل عندكم، واللم الشمل ده بنسبة 99% مع العيلة. وفي نفس الوقت في حاجة جديدة هتحصل، او عشان عندكم نور، وعندكم نور من بعد ظلمة، ده بيدل على حاجة كانت فيها مشكلة وهتبدأ تتصلح لصالحكم، ويمكن كمان تدل على ان هو حاجة هتغير حياتكم للأفضل. في حلم دايما بتحلموا بحكومة، دايما بتحلموا بسلطة، دايما بتحلموا بحاجة مهمة، يعني مهمة الشخصية في حلمكم، لأني شايفة انه انتوا هتفعلوا حاجة الفترة اللي جاية موثوق منها، وهتبقى حاجة حلوة قوي. وفي نفس الوقت في حاجة هتنجيكم من ألم، او بمعنى اصح من حاجة بقالها فترة كبيرة جدا تعباكم. في شخص عندكم فقد الأمل وقال خلاص انا مش عايز حاجة، انا تعبت من الدنيا واللي فيها، والحياة هتبدأ تتظبط معاه، وهتبدأ يعني الحياة بمعنى صح هتبدأ تبص له بشكل مختلف. شايفة كمان انه في فرصة هتجيلكم في غاية السعادة، وهتحاولوا تستغلوها بشكل ايجابي، لان الفرصة دي مش هتتكرر مرة تاني، او مش هتتكرر مرة كمان، هي هتجيلكم مرة في العمر. في حروف كتيرة جدا 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 ظاهرة، الحروف دي كلها تربط وكلها كلام، لكن عليها علامات استفهام كتيرة جدا. وفي تعبان في عندكم، التعبان ده أذى حد فيكم ومكمل، لو ما اكتشفتهوش هيفضل مكمل في حياتكم ومكمل ان هو يأذي فيكم، وده حد مقرب ليكم قوي. انتوا كمان البعض منكم متصاب بعين قوية، والعين القوية دي خطورتها عليكم من يعني ملهاش حدود، وصاحب العين ده قريب منكم وشخص دايما بيهتم ان هو يزوركم، ولاحظتوا ان هو بيزوركم زيادة عن اللزوم، ومن غير اي يعني من غير اي في اي وقت، ودايما بيحاول ان هو يداري عينه عليكم، لكن هو اصلا عينه كلها سامة. واحسن حاجة يعني هتحصل معاكم الفترة دي ان انتوا هتكتشفوه وهتعرفوا مين هو. طيب عايزة اقول لكم على حاجة مستخبية، في خيانة وانتوا مش داريين ولا حاسين، والخيانة دي استغلال، استغلال الطيبة بتاعتكم اللي بتتعاملوا بيها مع حد بيستغل طيبتكم، خلوا بالكم. في طرف ثالث في حياتكم بيتدخل، ياريت تخرجوه بسرعة قبل ما يفوت الأوان. حابة أقول لكم بالنسبة للمتجوزين، هتحصل مشكلة بينكم وبين الشريك، والأحسن ان انتوا ما تطلعوش بره البيت، يعني ما تخرجوش من بيتكم مهما يحصل، خلوا بالكم الخيانة دي من اقرب الناس ليكم، بيخونكم وهان عليه العشرة بتاعتكم.
الشخص ده واضح زي الشمس في حياتكم، لكن انتوا ما تعرفوش تدبير ربنا اتجاهكم هيكون ايه. عندكم اعراض غريبة في جسمكم، حاسين ان مفيش راحة، وبالاخص اكبر مشكلة بتواجهكم النوم، مش عارفين تناموا. عندكم تعطيل في العمل، دايما العمل عندكم فيه مشاكل، مفيش استقرار في اي شغل او اي عمل نهائي، وفي تغيير نظرة للحياة بشكل مختلف. هو احسن. البعض منكم كمان بيشتكي من صحته ان هي مش احسن حال، وفي نفس الوقت كمان في ست عجوزة لسانها طويل بتجيب سيرتكم في مع ناس على عيوبكم، يعني على قد هي بتحبكم لكن هي لسانها كلامها كتير ودايما بتجيب في سيرتكم. في حبيب قديم هيكون في بينكم كلام بعد فك بلوك، عاملينه البعض من فترة كبيرة جدا. انتوا شاغلين تفكير الطرف التاني، وهيكلمكم وهتراجعوا حساباتكم، واحتمال يكون في ثقة جديدة او حياة جديدة، والله اعلم. انتوا هنا مستنيين خبر شراء حاجة او دخول بنك او قرض. في حد فيكم عايز يشتري عربية لدرجة ان هي بتتكرر كتير في الحلم؟ كل اللي عايزاه منكم ان الفترة اللي جاية تحاولوا تناموا كويس، تهتموا شوية بصحتكم، لان قلة النوم ده مسبب مشاكل نفسيا، ودايما مش مستحملين كلمة من اللي قدامكم. وخلي بالكم ان انتوا الفترة اللي جاية هتواجهوا قرار هيكون صعب بالنسبة لكم، لكن هيكون كويس او هيكون في استقرار حلو في القرار ده. وخلوا بالكم انه الشخص اللي دخل حياتكم من فترة سممها وعمل لكم مشاكل، الشخص ده ما كانش كويس نهائي لانه نرجسي، وكويس ان انتوا يعني هتعرفوه او خرجتوه من حياتكم، لان هو اصلا نرجسي، ولو كان فضل اكتر من كده في حياتكم كان خربها على يعني نهاها. عايزاكم كمان لما يكون معاكم فلوس تخبوها، لان العيون كتيرة جدا بالاخص في المال بتاعكم. المبلغ اللي انتوا مستنيينه جاي ازاي وامتى الله اعلم، لكن هو جاي في الطريق اليكم، والمبلغ ده هيكون كويس وهيعوضكم عن كذا حاجه انتوا حاسين ان انتوا فاقدينها، او حاسين ان انتوا بعيد عنكم. خلوا بالكم ان انتوا الفتره الجايه هيكون عندكم تواصل كتير، هيكون عندكم دعم، وفي حد هيسندكم، والحد ده دايما هتلاقوه بيطمنكم وبيطبطب عليكم في عز المحنة اللي انتوا بتقعوا فيها. الشخص ده هيكون كويس جدا ليكم، او هتحسوا ان هو عوض ليكم من بعد ربنا، لان انتوا عانيتوا الفترة دي بشكل كبير جدا، او حاسين ان انتوا عانيتوا بشكل كبير جدا. هنا في نغزة في القلب او محبة تعب بتجيلكم، او نغزة بتجيلكم في جنبكم او في قلبكم وبتروح، واحتمال تكشفوا عليها. هي هتكون حاجة بسيطة، بس ايه، حاولوا ما تستنوش على اي حاجة بتتعبكم او اي حاجة في جسمكم متعرضة للتعب. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم ونالت مرادكم. انتظري مني كل ما هو جديد من اجل عيونكم،
ودايما في تقدم، وتحياتي ليكم.